سوريا حكما كل عمره دورة مركزية بالعالم العربي، ودولة عم تلعب دور مهم جدا جدا جدا. أكيد يؤلمنا تماما حقيقة ما حصل في سوريا، ومنتأمل أنه من هي فعلا حقيقة المبادرة باتجاه سوريا أن تنتج صعوبات. بعرف منا سهلة نهائيا، في نظام قال أنا بدي سوريا المفيدة، بمعنى كأنه يعني عملي عم يستغني عن جزء من أرضه وجزء من شعبه ليعمل إذا بدك توازن ديموغرافي إلى حد ما بيعتقد هو أنه بيخدموه. اليوم العودة العربية إلى سوريا حكما يعني اللي أعطانا أطمانية أنه خطوة بخطوة، مش منسلف كل وراءنا مبدئيا، يعني عم نعطي فرصة استراتيجية لهالنظام هذا أنه بنهي تعال رجع لشعبك، احترم إنسانك، احترم وطنك، احترم مصالح وطنك الحياة، وبتأمل تنجح إذا الله رضي إن شاء الله. اليوم جمع الدول العربية بالمملكة العربية السعودية هو تأكيد على أن هناك إرادة عربية كبرى بقيادة عربية كبرى لنقل الواقع الإقليمي من واقع صراعي وإعطاء فرصة من واقع صراعي إلى واقع لحد ما استقراري حضاري إلى واقع تحاببي تكاملي، مش خاصة أنه بالنهاية الحقيقة المشروع الإيراني كلنا بنعرف تماما ب1979 بلش بالمنطقة وبلش تخريب بكل دول يعني دخل علي الحقيقة، وهو أدرك أنه بالنهاية لو واقعه الداخلي مستقر، لو واقعه بالعراق مستقر، لو واقعه بسوريا مستقر، ولا لبنان مستقر، ولا باليمن مستقر، وما في كمل تماما الحقيقة. إجا من يلتقط هالإشارات هاي الحقيقة ويأخذ قرار استراتيجي يقول نعم إيدنا ممدودة، فلنتفق على كلمة سواء بيننا وبينكم اللي إحنا جيران، ونحن في قواسم مشتركة، في قواسم تاريخية، في قواسم دينية، بس ما فيك تفوت علي بهالطريقة هاي الحقيقة. أنا بري هناك فعلا حقيقة تسجل للمملكة العربية السعودية هالالتفاتة أو إذا بدك هالمبادرة الكبرى باليوميات، مين ما كان بياخذ قرار يومي، بس باستراتيجيات أنا برك بدك أشخاص استثنائيين تماما، ونحن شفنا فعلا تماما هاي إشارات لقيادة استثنائية لتعمل تحول استراتيجي نعول عليه كثيرا في لبنان كلبنانيين وكل الدول العربية، ونقول نحن صحيح ما فينا إلا ما نرحب ونرحب، صحيح نواكب بحذر مش لعدم ثقتنا بالقيادة اللي عم تقود هالعملية هاي، لعدم ثقتنا بالطرف الآخر، ونقول أنا بصور حقيقة إن شاء الله بتنجح بتكون إذا بدك إحنا حذرنا مش بمحله، ويبدد الحقيقة مع النتائج اللي هي فعلا متأملين نبني أوطان آمنة لأولادنا، أوطان تصرف يعني إمكانيات على التطور على إذا بدك الاستقرار وعلى الازدهار وعلى العيش الكريم بهالمعنى.